السلام عليكم يا شباب. ان شاء الله هنتكلم النهارده في الفيديو رقم 4، وهنتكلم على التشين رول، الفيرست كيس والسكند كيس. طبعا اول فيديو كان عن الفيكتور اوف لاين او الايكويشن اوف لاين، تاني فيديو كان على الفيكتور ايكويشن اوف بلان، ثالث فيديو كان اخر فيديو اللي هو على البارشال ديريفاتيف. وان شاء الله النهارده هنتكلم على التشين رول. التشين رول بالعربي كده معناها قاعدة السلسلة، يعني حاجة بتعتمد على حاجة. يعني لما تيجي حضرتك تبص معايا هنا، ال W تعتمد على ال X وال Y، مش احنا بنقول ال F of X، يعني الدالة F تعتمد على ال X. هنا ال W، الدالة W، الفانكشن W تعتمد على ال X وال Y. حلو. ثم ما سكتش بقى على كده، لا، قال لك ده كمان ال X بتعتمد على مين؟ على ال T، وال Y كمان تعتمد على ال T. يبقى كده برضو ال W تعتمد على ال X وال Y، وفي نفس الوقت تعتمد على ال T، لان هي لما بتعتمد على ال X وال Y، ال X وال Y كمان بيعتمدوا على مين؟ على ال T. فاحنا كمان ممكن ناخد دول نعوض بيهم هنا، او نجيب كل واحدة لوحدها. فعلشان كده بنعمل ايه؟ بنستخدم ال chain rule علشان نجيب ال derivative. يبقى انا دلوقتي لو عايز احسب تغير ال W بالنسبة لل T، اكيد طبعا ال X هتتغير بالنسبة لل T، ولو الاكس اتغيرت بالنسبه للتي يبقى كمان الدبليو هتتغير بالنسبه للاكس، يبقى الاثنين بيتغيروا بالنسبه لتغير مين؟ التي. فعلشان كده التشير رول بتقول لك ايه بقى. طبعا الدكتور كان بيشرح، وهو بيشرح كان بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان احنا ممكن نعمل تري. انا دلوقتي عندي الدبليو هي راس المساله، صح؟ الدبليو دي كانت بتعتمد على مين؟ على الاكس وعلى واي. طب الاكس بتعتمد على مين؟ على تي. والواي بتعتمد على مين؟ على تي. فلو حضرتك حصل تغيير هنا، اكيد هيحصل تغيير هنا، وبالتالي هيحصل تغيير هنا. طب هو لو حصل تغيير في التي، مش دي كمان تي؟ فالتغيير اللي هيحصل في التي ده هياثر على الاكس بس ولا هياثر على الاكس والواي؟ هياثر على الاكس والواي، وتغيير الاكس والواي هياثر على مين؟ على الدبليو. علشان كده لما نيجي نجيب بارشال دبليو باي بارشال تي، يعني تغير الدبليو بالنسبه لتغير التي، بنقول ايه؟ بارشال دبليو باي بارشال تي بيساوي هو تغير ال W بالنسبة لل X في تغير ال X بالنسبة لل T، ده البرانش الأولاني. يبقى ده البرانش إيه؟ الأول. partial W by partial X، ف partial X by partial T. طبعا حضرتك أوعى تروح تختصر دول مع بعض، خطأ جدا، لأن ده derivative، ده بيحصل له تغيير لوحده وده بيحصل له تغيير لوحده. طيب هل كده خلص تغيير ال W بالنسبة لل T في البرانش الأولاني؟ لا، ده في كمان برانش تاني بيعتمد على ال T، علشان كده بقول كمان بلس، يعني زائد بارشال W باي بارشال Y، فبارشال Y باي بارشال مين؟ باي بارشال T. إذا ده كل التغيير اللي هيحصل لل W لو ال T اتغيرت. أكيد طبعا ال T هتأثر على ال Y، ولو ال Y اتغيرت هتأثر على ال W، وفي نفس الكلام لو ال T اتغيرت هتأثر على X، وال X لو اتغيرت هتأثر على مين؟ على ال W، اللي هي أصلا ال W بتعتمد عليهم، اللي هما مين؟ ال X وال Y. فحضرتك لو أنت عايز تجيب هنا partial W by partial T، لازم حضرتك هتكتب الرول ديت وتعوض فيها. فتيجي نشوف، تعال نشوف. أول حاجة راح أجيب partial W by partial X، partial W by partial X بتساوي مين؟ هعمل derivative الفانكشن دي كلها بالنسبة لمين؟ لل X. حضرتك في الفيديو اللي فات كنا بنقول ان انا لو عندي e باور f of x، لو عايز اعمل لها partial by partial x او تفاضل بالنسبه ل x، كنا بنعمل ايه؟ بننزلها زي ما هي، برافو عليك، في derivative الباور اللي هو ال f داش في لين ال e. لين ال e بكام؟ بواحد. طب انا دلوقتي يا باشمهندس عندي e باور function، يبقى علشان تعمل لها derivative لازم اول حاجه تنزل زي ما هي ماينس الواي سكوير، تمام؟ وكمان في ديريفاتيف الباور بالنسبه لمين؟ انت بتعمل بالنسبه لاكس، يبقى ديريفاتيف الكلام ده بالنسبه لاكس ماينس 2 اكس. طيب لو انا عايز بارشال دبليو باي بارشال واي، برضه هتنزل زي ما هي، في كمان ديريفاتيف الباور بس المره دي بالنسبه لمين؟ بالنسبه لواي، هيديني ماينس 2 واي. كده يبقى انا عندي partial w by partial x و partial w by partial y. طيب ايه تاني اللي محتاجه؟ اللي موجود عندي في القانون partial x by partial t و partial y by partial t. راح اجيب partial x by partial t،
تفاضل الاكس بالنسبه للتي هيديني كام؟ واحد. وتفاضل الواي بالنسبه للتي هيديني مين؟ واحد على اتنين جذر تي. وهفكرك بالدريفاتيف بتاع الروت سكوير. كنا بنقول ان انا لو عندي روت اف اوف اكس وعايز اعمل لها دي باي دي اكس، كنا بنقول ايه؟ في طريقه سهله وبسيطه، دريفاتيف اللي تحت الروت الاف داش اللي تحت الروت على اتنين في الروت نفسه الاف اوف اكس. طب انا عندي الاف اوف اكس هنا اسمها تي، اف اوف تي بقى، يبقى دريفاتيف التي بواحد على اتنين في الجذر، يبقى واحد على اتنين جذر التي. طيب هاخد بقى ايه الحاجات اللي انا محتاج اعوض بيها في الرول بتاعتي واروح اعوض، هيطلع معايا الناتج. ادي البارشال دبليو باي بارشال اكس، والبارشال دبليو باي بارشال واي، وبارشال اكس باي بارشال تي، وبارشال اكس باي بارشال واي. ادي الرول، يبقى بارشال دبليو باي بارشال تي بتساوي بارشال دبليو باي بارشال اكس يا باشمهندس بكام؟ اي اس سالب، خد عامل مشترك، اكس سكوير زائد الواي سكوير في مين؟ في سالب 2x مضروبه في البارشال اكس باي بارشال تي قيمتها بكام؟ بواحد، زائد البارشال دبليو باي بارشال واي قيمتها بكام يا باشمهندس؟ برضه اي اس سالب عامل مشترك اكس سكوير زائد واي سكوير مضروبه في مين؟ في سالب 2y، كمان مضروبه في البارشال واي باي بارشال تي اللي هي بتساوي كام؟ واحد على 2 جذر تي. طيب يبقى كده الناتج بتاعي بارشال دبليو باي بارشال تي هيطلع معايا بالشكل اللي حضرتك شايفه، وهو ده الناتج اللي المفروض حضرتك تطلعه من الحل. طيب تعال نشوف، لو انا عايز اجيب البارشال دبليو باي بارشال تي بالنسبه للمساله الثانيه، المساله الثانيه بتقول لك ايه؟ كوساين اكس بلس 4y، وادي الاكس بتعتمد على التي والواي بتعتمد على التي. برضه هروح اعمل نفس التري اللي احنا متعودين عليها، الدبليو تعتمد على الاكس وتعتمد على الواي، والاكس بتعتمد على التي والواي تعتمد على التي. حلو، يبقى انا لو عايز فعلا بارشال دبليو باي بارشال تي هيديني الرول اللي هعوض فيها بنفس الشكل. يبقى انا هقول ايه؟ ده على ده في ده على ده، زائد ده على ده في ده على ده، يبقى بارشال دبليو باي بارشال اكس في بارشال اكس باي بارشال تي بلس بارشال دبليو باي بارشال واي في بارشال دبليو باي بارشال تي. اروح اجيب كل واحده لوحدها، ادي بارشال دبليو باي بارشال اكس هتديني مين؟ في الاول انا عندي تريج فانكشن، يبقى لازم اروح اعمل ديريفاتيف للزاويه اللي جوه. ديريفاتيف الزاويه بالنسبه للاكس واحد زيرو، يبقى واحد. اطلع بره اعمل ديريفاتيف للفانكشن الاساسيه اللي هي الكوساين، ديريفاتيف الكوساين بالنيجاتيف ساين لمين؟ لنفس الزاويه اكس بلس الفور واي. طبعا النيجاتيف ساين مضروبه في الواحد فخلاص كانها نيجاتيف ساين. طيب بالمره اروح اجيب مين؟ بارشال دبليو باي بارشال واي، برضه اروح اعمل ديريفاتيف لمين؟ للزاويه اللي جوه، هيديني 4، طيب ودي هتديني 0، وديريفاتيف الكوساين بسالب ساين يبقى سالب 4 ساين لنفس الزاويه اكس بلس 4 واي. طيب تعال نشوف كمان بارشال اكس باي بارشال تي، الكلام ده بالنسبه للتي هيديني كام؟ 20 تي باور 3، والكلام ده بالنسبه للتي، ها اوعى تغلط، دي كانها واي بتساوي تي ماينس 1، واحنا متفقين في الديريفاتيف لو انا عايز البارشال واي باي بارشال تي بنعمل ايه؟ بننزل الباور اللي هو ماينس 1 ونطرح منه واحد، يبقى فعلا ماينس 2 اللي هي كانها سالب 1 على تي سكوير. حلو، اروح اعوض هنا هيطلع معايا الناتج بكل سهوله، هاخد القيمه ديت هحطها هنا واضربها في القيمه ديت اللي هي بارشال اكس باي بارشال تي، وادي بارشال واي باي بارشال دبليو باي بارشال واي قيمتها موجوده اهي، واروح اضربها في بارشال واي باي بارشال تي اللي هي سالب 1 على تي سكوير، هيطلع معايا الناتج. دي كده اسمها الفيرست كيس لمين؟ للتشين رول. طيب تعالى نشوف الفاينل ريزلت اهي. طيب تاني حاله، لو انا عندي تشين رول بس هنا بتعتمد على مين؟ على تو فاريبل. حضرتك لو لفيت عملت روتيت للتري ديت هتلاقي ان الزد بتعتمد على مين يا شباب؟ بتعتمد على الاكس والواي. برافو عليك، ادي الاكس وادي الواي. طيب رحنا نشوف لقينا الاكس بتعتمد على حاجتين، الاس
والتي صح؟ الاس ومين؟ والتي، وكمان الواي بتعتمد على الاس والتي. يبقى انا كده فعلا بروح اضطر ارسم التري بتاعتي. ارسمها ازاي؟ زي ما حضرتك شايف اهو، ممكن انا ارسمها كمان بايدي واقول انه الدابيو تعتمد على مين؟ الزد تعتمد على الاكس وعلى الواي، والاكس تعتمد على الاس وتعتمد على التي. طيب وكمان الواي تعتمد على الاس وتعتمد على التي. حضرتك عايز مين بالنسبه لمين؟ هو انا ينفع اعمل ديريفاتيف في نفس المره بالنسبه للاس والتي؟ لا، لازم تروح تجيب واحده وبعد كده تروح تعمل بالنسبه للثانيه. يعني تجيب بالنسبه للاس في الاول وبعد كده لو حبيت تعمل بالنسبه للتي مفيش مشكله، او العكس صحيح. طيب انا دلوقتي اقدر اجيب مين؟ اقدر اجيب بارشال زد باي بارشال تي مثلا. لو انا عايز اتعامل بالنسبه للتي، ادي الزد بتعتمد على الاكس والاكس بتعتمد على الاس والتي، يعني فيها فرع منها بيعتمد على التي. يبقى انا اروح اقول ايه؟ ده على ده في ده على ده، زائد ده على ده في ده على ده. يبقى هقول بارشال زد باي بارشال اكس في بارشال اكس باي بارشال تي، بلس بارشال زد باي بارشال واي في بارشال واي باي بارشال تي. راح اجيب كل واحده لوحدها واعوض بيها في الرول، هيديني الناتج. تعال نشوف، ادي بارشال زد باي بارشال اكس بتساوي مين؟ 2 اكس واي باور 3. طب وبارشال زد باي بارشال واي تديني 3 اكس سكوير واي سكوير. طبعا لما بعمل ديريفاتيف بالنسبه للاكس يبقى الواي بالنسبه لي كونستانت علشان كده نزلت زي ما هي، ولما اعمل ديريفاتيف بالنسبه للواي الاكس كونستانت علشان كده نزلت زي ما هي، وطبقت فقط الديريفاتيف على مين؟ على الواي باور 3. هنا كمان انا عايز البارشال اكس باي بارشال تي والبارشال اكس باي بارشال اس. طب البارشال اكس باي بارشال تي، هل الاس بتعتمد على التي؟ لا، تنزل زي ما هي. وديريفاتيف الكوساين بسالب ساين مين؟ التي. طبعا ديريفاتيف الانجل اللي جوه اللي هي التي بواحد، علشان كده عملت ديريفاتيف للكوساين على طول. الديريفاتيف بارشال اكس باي بارشال اس، هل ده بيعتمد على الاس؟ اه. طب وده ما بيعتمدش. حلو، يبقى ده هينزل زي ما هو الكوساين التي. حلو، وديريفاتيف الاس بواحد، فخلاص مش محتاج ان انا ايه اكتبها تاني. تعالى بقى ايه، بارشال واي باي بارشال تي بتساوي ها اس كوساين التي، برافو عليك. وبارشال واي باي بارشال اس بتساوي ساين التي. حضرتك هتاخد الفاليوز دي وتعوض بيها هنا، هيديك نفس الناتج اللي حضرتك شايفه قدامك دلوقتي، اللي هو دي كده قيمه مين؟ دي كده قيمه بارشال اكس بارشال زد باي بارشال اكس اهي، والثانيه بارشال اكس باي بارشال تي اهي، وبعد كده بارشال زد باي بارشال واي اهي، وبعد كده بارشال واي باي بارشال تي موجوده اس كوساين التي زي ما حضرتك شايف. طيب لو انا حضرتك عايز البارشال زد باي بارشال اس زي ما عملت بالنسبه للتي، هتعمل بالنسبه للاس. يبقى كل اللي هيختلف معاك، انا بعمل ديريفاتيف بالنسبه للاس مش بالنسبه للتي، هشيل كل تي واحط مكانها فعلا اس، هيبقى بارشال زد باي بارشال اس بتساوي بارشال زد باي بارشال اكس في بارشال اكس باي بارشال اس، زائد بارشال زد باي بارشال واي في بارشال واي باي بارشال اس. واطلع كل واحده انا اصلا حسبتهم من اول خطوه من قبل ما احل، اروح اعوض، هيديني الناتج اللي حضرتك شايفه. دي كده التشين رول للسكند كيس اللي هي بتعتمد على تو فاريبلز. تمام، طيب تعال نشوف مثال تاني. مثال بيقول لك ان الزد بتعتمد على الاكس والواي، ودي الفانكشن بتاعتها، وكمان الاكس بتعتمد على الاس والتي، والواي بتعتمد على التي والاس. راح اكتب الرول عادي جدا، هقول ان الزد، هرسم التري في الاول عشان الناس ما تغلطش، ادي التري بتعتمد على الاكس والواي، والاكس بتعتمد على الاس والتي، وكمان الواي بتعتمد على الاس وبتعتمد على التي. يبقى لو انا عايز بارشال زد باي بارشال اس او بارشال زد باي بارشال تي، اهو بارشال زد باي بارشال اس بتساوي بارشال اكس باي بارشال بارشال زد باي بارشال اكس في بارشال اكس باي بارشال اس، زائد بارشال زد باي بارشال واي في
بارشال واي باي بارشال اس. لو عايزها بالنسبه للتي هيبقى زي ما اتعلمنا في المثال اللي فات، وهجيب كل واحده واحسبها واعوض. تعال نشوف، ادي بارشال زد باي بارشال اكس بتساوي، هعمل ديريفاتيف الكلام ده بالنسبه للاكس. طبعا زي ما حضرتك بتقول كده، اول حاجه ننزلها زي ما هي، اكس زائد 2 واي مضروبه في ديريفاتيف الباور بالنسبه للاكس اللي هو 1. ولو عايز بارشال زد باي بارشال واي، طبعا فعلا هتنزل زي ما هي اول حاجه، تمام، في ديريفاتيف الباور اللي هو مين؟ 2. حضرتك هنا عايز بارشال اكس باي بارشال اس، يبقى هيديني 1 على تي. ولو عايز بارشال زد باي بارشال تي هيديني كام؟ سالب اس على تي سكوير. طيب لو عايز بارشال واي باي بارشال اس هتديني سالب تي على اس سكوير. ولو عايز بارشال واي باي بارشال تي هتديني 1 على اس. حضرتك هتاخد الفاليوز ديت وتروح تعوض بيها في الرول، هيديك الفاليو اللي حضرتك شايفها. طيب لو انت عايز بارشال زد باي بارشال تي او بارشال زد باي بارشال اس، تعال نشوف مثال تاني بس طريقه تانيه او فكره جديده بمعنى اصح. تعال نشوف فكره جديده. هنا بيقول لي ان الدابيو تعتمد على، او الدابيو هي عباره عن فانكشن بتعتمد على اليو والفي. الله، ايه الفرق بقى في المثال ده عن المثال اللي فات؟ المثال اللي فات او الاكزامبل ده هو ان الزد مديني ليها فانكشن اعرف اعمل لها ديريفاتيف، انما هنا ما اعرفش اعمل لها ديريفاتيف، فعشان كده هضطر اسيبها كانها سامبلز، رموز موجوده في الحل عادي، ويطلع الحل بدلاله الرموز اللي حضرتك هتشوفها دلوقتي في الحل. طيب ولكن خد بالك ان الواي بتعتمد على الاكس والواي، والفي بتعتمد على الاكس والواي. يبقى حضرتك زي ما بتقول كده هنروح نعمل مين؟ نعمل ال 3 علشان نبدا نحل المساله بتاعتنا. خد بالك ان هو هنا عايز يعمل ايه؟ عايز يثبت الرول اللي حضرتك شايفها قدامك. فالرول عايز يثبت ان بارشال دبليو باي بارشال يو سكوير ماينس بارشال دبليو باي بارشال في سكوير ايكوال بارشال دبليو باي بارشال اكس بارشال اكس باي بارشال واي. هل انا دلوقتي لما اروح اعمل التري بتاعتي زي ما حضرتك شايف، الدبليو تعتمد على مين؟ حلو، تعتمد على اليو وتعتمد على الفي. طب والفي يا باشمهندس؟ تعتمد على الاكس وتعتمد على الواي، وكمان اليو تعتمد على الاكس وتعتمد على الواي. كده يا باشمهندس انا لو رحت اجيب بارشال دبليو باي بارشال يو زي ما قلت لك هتطلع معايا رمز، صح؟ طب لكن اقدر اروح اجيب بارشال يو باي بارشال اكس؟ اقدر اروح اجيب بارشال يو باي بارشال اكس. طب مش انا ممكن كمان اقدر اجيب بارشال دبليو باي بارشال اكس او بارشال دبليو باي بارشال واي؟ ممكن اجيبها، بس الجزئيه الاولانيه فيها تطلع بمين؟ برمز. طب تعال نشوف بارشال دبليو باي بارشال اكس هتساوي بارشال دبليو باي بارشال يو في بارشال يو باي بارشال اكس زائد بارشال دبليو باي بارشال في في بارشال في باي بارشال مين؟ اكس. تعال نشوف بقى في المساله الاساسيه، لو خدت بالك ها ايه اللي بيحصل في المساله الاساسيه؟ ادي اليو والاكس بيعتمدوا على مين؟ بيعتمدوا على الفانكشن زي ما حضرتك شايف، بيعتمدوا على الاكس والواي. وعندك الفي كمان بتعتمد على مين؟ على الاكس والواي. فانا ممكن اروح اجيبهم دلوقتي، اجيب ايه؟ البارشال دبليو باي بارشال يو مش هعرف الاقي لها حاجه، فهضطر اسيبها رمز زي ما هي. طب والبارشال دبليو باي بارشال في برضو مش هلاقي لها حاجه، هضطر اسيبها زي ما هي. يبقى كل اللي انا اقدر اجيبه هو مين؟ بارشال يو باي بارشال اكس هتديني كام؟ 1. طب والبارشال في باي بارشال اكس برضو هتديني كام؟ هتديني 1. يبقى في الاخر الشكل اللي حضرتك شايفه ده هيطلع معايا مين؟ زي ما حضرتك شايف، البارشال دبليو باي بارشال يو هتفضل زي ما هي مضروبه في الواحد، بارشال دبليو باي بارشال في مضروبه في واحد، هيتبقى لي مين؟ هيتبقى لي ان البارشال دبليو باي بارشال اكس بتساوي بارشال دبليو باي بارشال يو زائد بارشال دبليو باي بارشال في. طيب الحاله الثانيه بقى، انا كده رحت جبت البارشال دبليو باي بارشال اكس، انا كده بثبت في الطرف مين؟ الرايت سايد. طيب تعال نشوف الجزء الثاني في الرايت سايد بيقول لي ايه؟ بارشال دبليو باي بارشال واي. لو رحت اجيب بارشال دبليو باي بارشال واي ايه اللي هيتغير؟ تعال نشوف. ها لو انا رحت كده
قلت بارشال دبليو باي بارشال واي بتساوي بارشال دبليو باي بارشال يو في بارشال يو باي بارشال واي زائد بارشال دبليو باي بارشال في في بارشال في باي بارشال واي. البارشال دبليو باي بارشال يو هتنزل زي ما هي علشان ما فيش قيمه نروح نعمل لها دريفت، لكن البارشال يو باي بارشال واي قيمتها بواحد، والبارشال دبليو باي بارشال في برضه تنزل زي ما هي، ودي الدريفاتيف بتاعها بسالب واحد. كده يبقى انا معايا بارشال دبليو باي بارشال واي بيساوي الكلام ده، ومعايا بارشال دبليو باي بارشال اكس بيساوي الكلام ده. فانا هاخد الاثنين اروح اعمل ايه؟ هما الاثنين مضروبين في بعض صح؟ فراح اقول له اعتبر ان دي ايكويشن رقم واحد ودي ايكويشن رقم اثنين، اقول له ملتبلاي واحد واثنين. واحد ومين؟ واثنين. فواحد دي اللي هي مين؟ بارشال دبليو باي بارشال اكس، هضربها في مين؟ في اثنين اللي هي دوت بارشال دبليو باي بارشال واي، هيساوي الطرف ده هضربه في الطرف ده، هضرب اهو بارشال دبليو باي بارشال يو بلس بارشال دبليو باي بارشال في مضروبه في مين؟ برافو عليك، بارشال دبليو باي بارشال يو ماينس بارشال دبليو باي بارشال في. طيب انا دلوقتي لو تفتكر كان عندي في ماس 1 برضو كان بيبقى عندي مثلا x minus 2 times x plus 2، احنا كنا بنقول على دول ايه؟ two conjugate brackets، يعني قوسين زي بعض تماما بس مختلفين مين؟ الاشاره. ففي الحاله دي باخد سكوير الاول minus سكوير الثاني. طب انا عندي دلوقتي القوسين زي بعض ولكن مختلفين الاشاره، وده يدل ان هما two conjugate brackets، وعشان كده هاخد سكوير الاول ماينس سكوير الثاني. يبقى انا هقول كده ايه؟ بارشال دبليو باي بارشال يو الكل سكوير ماينس بارشال دبليو باي بارشال في الكل مين؟ سكوير. الكلام ده المفروض ان هو بيساوي الطرف اللي انا لسه كاتبه بايدي دلوقتي، بارشال دبليو باي بارشال اكس تايمز بارشال دبليو باي بارشال واي، وهو ده اللي حضرتك عايز ايه؟ عايز تثبته. اتمنى تكون الفكره وصلت. تعال نشوف مثال كمان. المثال ده طويل جدا، لازم حضرتك تبقى مركز معايا علشان تعرف ازاي تحل وتبقى ماشي الخطوات مظبوط وما تغلطش. طيب تعال نشوف المثال هيقول لنا ايه. المثال بيقول لك ان اليو بتعتمد او اسمها function of الاكس والواي، والاكس بتعتمد على الاس والتي، and الواي بتعتمد على الاس والتي. show that عايز يثبت الكلام ده. طب حضرتك هنا لما بتيجي تعمل التري دايجرام بتاعك الاكس والواي والاس والتي والاس والتي، يبقى انا كده اللي اقدر اجيبه اجيب البعيد مش القريب صح؟ يبقى انا هنا كده في الشكل اللي حضرتك شايفه ده تقدر تجيب دول ولا تقدر تجيب دول؟ يعني تقدر تجيب بالنسبه للاكس والواي اللي انت مش عارفهم اصلا، ولا تقدر تجيب بالنسبه للاس والتي اللي ممكن تحصل عليهم؟ ممكن اجيب بالنسبه للاس والتي زي ما في حالا زي ما حضرتك شايف. هنروح نجيب بقى ايه؟ بارشال يو باي بارشال اس. بس خد بالك يا باشمهندس، ده هو هنا عايزها السكند دريفاتيف، مفيش مشكله هنجيب الفيرست دريفاتيف وبعدها نروح نجيب السكند دريفاتيف ونشوف هنعوض ازاي ونحل ازاي. طيب تعال نشوف، ادي الفيرست دريفاتيف بارشال يو باي بارشال اس اللي هي بتساوي بارشال يو باي بارشال اكس، بارشال اكس باي بارشال اس، وبارشال يو باي بارشال واي، فبارشال واي باي بارشال اس. حضرتك هتروح تجيب من هنا البارشال اكس باي بارشال اس والبارشال اكس باي بارشال تي، ونفس الكلام زي ما كنا بنعمل في كل مساله. هحل معاك بايديا اهو، هنا هروح اجيب مين؟ بارشال اكس باي بارشال اس هتساوي دريفاتيف الكلام ده بالنسبه للاس الاي اس اس هتنزل في دريفاتيف الباور بواحد في الكوساين اللي هي كوساين ال تي. طب وبارشال اكس باي بارشال تي هيطلع معايا بايه؟ سالب اي اس اس ساين ال تي. طيب البارشال واي باي بارشال اس هتطلع معايا باي اس اس ساين ال تي، والبارشال واي باي بارشال تي هتطلع معايا باي اس اس كوساين مين؟ ال تي. الحاجات دي لازم حضرتك تبقى عارفها. طيب البارشال يو باي بارشال اكس هتفضل رمز زي ما هي، والبارشال يو باي بارشال واي هتفضل رمز زي ما هي. يبقى دول كده هينزلوا زي ما هم اهم،
واشيل البارشال اكس باي بارشال اس واعوض عنها باي اس كوساين تي، والبارشال اس باي بارشال بارشال واي باي بارشال اس اي اس اس ساين ال تي. طبعا دي اول خطوه حضرتك لازم تروح تعملها. طيب لو رحت اجيب البارشال يو باي بارشال تي هيطلع برضو نفس الكلام، دول هينزلوا بدون تغيير علشان ما عنديش قيمه هنا احصل عليها، ولكن اروح اجيب البارشال اكس باي بارشال تي هيديني الفاليو ديت اللي احنا طلعناها، وكمان البارشال واي باي بارشال تي اللي هي اي اس اس كوساين تي. ده كده اول تو ستيبس احنا المفروض جبناهم. طيب حضرتك بقى محتاج تجيب السكند ديريفاتيف للجزء ده، ومحتاج تجيب السكند ديريفاتيف للجزء ده. فعلشان نجيب السكند ديريفاتيف تعال نشوف هنحلها ازاي. علشان اعمل سكند ديريفاتيف يا شباب بالنسبه للكلام ده كاني هعمل الجزء ده كله تاني بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاس. ماشي. طب لو عملت الجزء ده كله بالنسبه للاس، تعال ركز معايا كده. ها اول حاجه، اول جزئيه، انا دلوقتي لو عايز اعمل ديريفاتيف للشكل ده تاني بالنسبه للاس، فكاني بحط عليه بارشال باي بارشال اس، صح؟ يعني انا عندي اصلا ده معمل له، ده اصلا في الاول كان اسمه يو، ولما حبيت اعمل له ديريفاتيف بالنسبه للاس فضفت له بارشال باي بارشال اس، صح؟ فدخلت البارشال مع اليو وبقت على مين؟ على البارشال اس، فبقى اسمها بارشال يو باي بارشال اس. طب انا عايز اعمل لها ديريفاتيف كمان مره، يبقى انا كمان بضيف لها بارشال باي بارشال اس، فكاد بقت مين؟ بارشال سكوير يو باي بارشال اس سكوير. حلو جدا. طيب البارشال يو باي بارشال اس سكوير، انا كده كاني هاخد الجزء ده كله يا باشمهندس واعمل له ديريفاتيف بالنسبه للاس. يبقى كده البارشال باي بارشال اس هتدخل على كل جزء لوحده. فعلا هتدخل على كل جزء لوحده. طيب تعال نشوف، لما هحط هنا بارشال باي بارشال اس مع الجزء ده، فكده بارشال مع بارشال بقت بارشال سكوير يو. طب هنا بارشال اس في بارشال اكس، هل ينفع اشيل او احط تربيع؟ لا، كل واحده تفضل زي ما هي، فيديني الشكل ده ايه؟ زي ما حضرتك شايف، بس سوري هنا في تربيع، بارشال سكوير يو باي بارشال اكس بارشال اس. طيب هل الجزء ده هيدخل كمان؟ لا، ما دول مضروبين في بعض، فواحده هتغطي على مين؟ على الكل. طيب تعال نشوف الجزء الثاني برضه هيدخل عليه بارشال، سوري اهو، بارشال باي بارشال اس، فهتبقى بارشال سكوير يو باي بارشال واي بارشال مين؟ اس، وفي هنا برضه سكوير. طيب تعال نشوف بقى الجزء ده، مش بالنسبه لي جزء غريب؟ مظبوط، جزء غريب. طب انا حضرتك لو عايز احصل عليه اروح اجيبه منين؟ ركز معايا، هي دي كانها الفانكشن يو حصل لها ديريفاتيف بالنسبه للاس، وكمان ديريفاتيف بالنسبه لمين؟ للاكس، صح؟ برافو عليك. طب يا باشمهندس انا عندي فكره حلوه جدا، اتفضل قول. هتقول لي اصل انا رحت من شويه جبت بارشال يو باي بارشال اس، صح؟ مش ممكن اخدها واعمل لها ديريفاتيف بالنسبه لاكس؟ اقول لك برافو عليك، حل مظبوط وتمام جدا. طيب يبقى انا كده هروح اخد الايكويشن دي كلها اعمل لها ديريفاتيف مره بالنسبه للاكس وكمان مره بالنسبه للواي، والقيمه اللي تطلع معايا احلها احطها فين؟ احطها هنا بكل سهوله وبكل بساطه. فحضرتك هتاخد المساله ديت او الجزء ده هروح اعمل له ديريفاتيف بالنسبه لمين؟ مره بالنسبه للاكس ومره بالنسبه للواي، فيبقى عندي بارشال سكوير يو باي بارشال اكس بارشال اس. كده انا بعمل ديريفاتيف هنا بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاكس، فيبقى اي حاجه تاني غير الاكس بالنسبه لي ايه؟ كونستانت، يعني الواي كونستانت والاس كونستانت والتي ايه؟ كونستانت. فبالنسبه لي الجزء ده كله ولا كانه موجود، كل ده كانه ايه؟ بصفر، عشان ده بيعتمد على الواي وكمان بيعتمد على الاس والتي، واحنا بنعمل ديريفاتيف بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاكس. يبقى اللي هيتم عليه الديريفاتيف هو مين؟ الجزء الاولاني بس. طبعا الجزء ده بالنسبه لي كونستانت، فهينزل زي ما هو، صح؟ هينزل هيبقى اي اس اس كوساين التي، والجزء ده لما يحصل عليه ديريفاتيف مره كمان بالنسبه للاكس هيبقى اسمه بارشال سكوير يو باي بارشال اكس سكوير، ويبقى دي اول جزئيه احنا عرفنا نطلعها. حلو. طب بعد كده يا باشمهندس هروح اجيب بارشال سكوير يو باي بارشال اكس ولا بارشال واي، سوري، بارشال واي بارشال مين؟ اس. انا عندي الديريفاتيف اللي معمول بالنسبه للاس، هروح اخد الفانكشن دي كلها تاني واعمل لها ديريفاتيف بالنسبه لمين؟ بالنسبه للواي،
كده بالنسبة لي الاكس والاس والتي كلهم كونستانت، فالجزء ده بالنسبة لي ايه؟ هيطير، هيتكنسل كأنه كونستانت، وديريفاتيف الكونستانت كأنه بزيرو. طيب يبقى ده اللي هيحصل له ديريفاتيف بالنسبة للواي، ايه اللي هيحصل بقى؟ ده كده بالنسبة لي كونستانت هينزل زي ما هو، هيديني اي اس اس ساين التي، وديريفاتيف ده بالنسبة للواي هيديني بارشال سكوير يو باي بارشال واي سكوير. كده هاخد القيم الفاليوز ديت واروح اعوض بيها في معادلة البارشال سكوير يو باي بارشال اس سكوير، يبقى انا كده حصلت عليها. تعال نعوض ونشوف هنحصل على ايه. هيديني بارشال سكوير يو باي بارشال اكس سكوير مضروبة في الكلام ده، مضروبة في الكلام ده تاني، هيديني اي اس 2 اس كوساين سكوير تي. ده كده الجزء الاولاني، زائد هاخد الجزء ده عوض عنه، هيديني زائد بارشال سكوير يو باي بارشال واي سكوير في اي اس 2 اس ساين سكوير تي. دي كده مين؟ البارشال سكوير يو باي بارشال اس سكوير. سوري. طيب تيجي نروح نعمل نفس الطريقه للبارشال يو باي بارشال تي، هنعمل لها ديريفاتيف كمان مره بالنسبه للتي، هنمشي نفس الستبس اللي حضرتك عملتها ولكن بالنسبه لمين؟ للتي. فهناخد الايكويشن اللي حضرتك شايفها ديت ونروح نعمل لها ديريفاتيف كمان مره بالنسبه لمين؟ بالنسبه للتي. يبقى كاني بعمل بارشال باي بارشال تي، وكان هنا كل ده هيدخل عليه بارشال باي بارشال تي، فيبقى الشكل ده هيتحول زي ما حضرتك بتقول بارشال سكوير يو باي بارشال اكس بارشال تي، تمام، مضروب في نفس القيمة ديت، والجزء ده هيتحول لبارشال سكوير يو باي بارشال واي بارشال تي. حلو. يجي واحد يقول لي يا باشمهندس ما احنا كان عندنا البارشال يو باي بارشال اس، رحنا عملنا لها ديريفاتيف بالنسبة للاكس وبالنسبة للواي وخدنا القيم وعوضنا. اقول لك مظبوط، برافو عليك. طبعا الجزء ده هيتحول بارشال سكوير يو باي بارشال تي سكوير. حلو. هنا الجزء المختلف بالنسبة لي فعلا هو مين؟ الكلام ده. فاروح اخد الشكل الاساسي اللي انا واقف عليه ده واروح اعمل له ديريفاتيف مره بالنسبه للاكس ومره بالنسبه للواي، نفس الستبس اللي انا مشيتها، هيطلع معايا الجزء الثاني اللي باقي لي، هاخد الجزء واعوض في الايكويشن اللي هو عايز يثبتها. تعال نشوف، ادي فعلا البارشال يو بارشال سكوير يو باي بارشال اس سكوير طلعت معايا زي ما حضرتك قلت لي، بس هنا في نقطه زياده ان احنا عاملين ديريفاتيف الاكس بالنسبه للواي، مش مشكلة في الآخر هتختلف، إن احنا هيطيروا مع بعض الناحية التانية، هيطلعوا زيهم بإشارة سالبة. فلما هتيجي تجمع دول هيديني اتنين اللي هي موجودة في النص أهي، وهتطلع في الجزء التاني اللي هو بارشال سكوير يو باي بارشال تي سكوير، هيطلع معايا نفس القيمة دي ولكن بإشارة سالبة، ولما تيجي تجمعهم مع بعض هيطيروا مع بعض. الجزئين اللي احنا حسبناهم أهم، اللي هي الكوزين تربيع والساين تربيع زي ما كنا كاتبينهم وأنا مسحتهم فوق، تمام؟ هو المفروض ان هم يبقوا معانا، ودول ممكن نكنسلهم عادي خالص مفيش مشكله. واروح اجيب البارشال سكوير يو باي بارشال تي سكوير، هيديني نفس الفكره اهي زي ما حضرتك شايف، وفعلا زي ما قلت لك هتطلع معاك بسالب 2 لنفس القيمه اللي انا حددت عليها في القيمه الاولانيه، نفس القيمه ولكن باشاره مختلفه. ودول لما هنيجي نعمل سميشن في الرول اللي هو مديها لي هبدا اعوض، هو عايز يثبت بقى طلعت البارشال سكوير يو باي بارشال اس سكوير والبارشال سكوير يو باي بارشال تي سكوير، هو عايز يثبت في المساله فوق ان مجموعهم لو وديت دي الناحيه الثانيه باشاره بوزيتيف هيتضربوا في دول، المفروض ان الرايت سايد يساوي الليفت سايد. طبعا انا طلعت ديت وطلعت ديت، تعال نجمعهم ونشوف هيديني ايه. طبعا خدت القيمه اللي انا طلعتها ديت مع قيمه البارشال سكوير يو باي بارشال سكوير تي، عوضت بيهم هنا اهم، خدت الاي اس 60 اس عمل مشترك من الجزء الاولاني والجزء الثاني، واتبقى لي الكلام ده كله. طبعا الجزء الموجب مع الجزء السالب طار اللي هو الجزء ده، تمام، وهيتبقى لي زي ما حضرتك شايف هيتبقى لي ايه، ان انا هاخد من هنا بارشال سكوير يو باي بارشال اكس سكوير من الجزئين دول، هيتبقى لي ساين سكوير زائد كوزاين سكوير، دي قيمتها بواحد، دي قيمتها بواحد من القانون اللي حضرتك عارفه اللي هو بتاع التريجنومتريك رولز او التريجنومتريك فانكشن. يبقى الجزء ده بالنسبه لي بواحد، والجزء ده كمان بالنسبه لي بواحد، هيتبقى لي الجزء ده مع الجزء ده،
مضروبين في اي اس 2 اس، والكلام ده بيساوي الطرف الثاني اللي احنا اصلا حصلنا عليه. هودي دول الناحيه الثانيه، هيبقى اي اس سالب 2 اس بيساوي الطرف الثاني، وهو ده اللي عايز ايه؟ عايز يثبته. اتمنى تكون المساله سهله ووضحت لكل الناس بحيث ان الناس تعرف تحلها. طيب تعال نشوف جزء كمان مهم جدا، هو جزء مين؟ عمنا اويلر. انا كنت حابب ان انا اشرحه في فيديو لوحده، بس يعني علشان الناس ما تزهقش ممكن نكمل في فيديو لوحده، او نخلينا نشرحه هنا، ولو حد احتاج حاجه ما فيش مشكله نبقى نشرحه في فيديو تاني لوحده، ما فيش مشكله. طيب تعال شوف عمنا اويلر بيقول لك ايه. عمنا اويلر في الاول لازم تاخد الفانكشن تختبرها وتعرف الديجري بتاعتها. طيب تعال نشوف، علشان تختبر الفانكشن وتعرف انها هوموجينيوس ولا لا، بيقول لك to apply Euler theorems we must prove that the function is a homogeneous. علشان تثبت انها homogeneous بتشيل كل x تحطها tx وكل y تحطها ty. علشان كده هو في الاول خالص فرض ان الشكل ده هيسميه مين؟ u. افترض ان الجزء اللي هتعامل معاه اللي هو فيه الx والy هو مين؟ هو اليو. اهو قال لك tan z بتساوي الكلام ده، وفرض ان الكلام ده كله بيساوي مين؟ اليو. يبقى اليو بتساوي tan z. حلو الكلام؟ حلو. خد اليو وعمل عليها التي اكس والتي واي علشان يجيب قيمه مين؟ الكي. قيمه الكي هي بالنسبه لي الديجري بتاعه الهيموجينيوس. طيب لما عوض تحت الروت اتبقى معايا ان تي باور هاف، كده يبقى الكي معايا بكام؟ الكي معايا بهاف، يبقى هيموجينيوس فانكشن اوف هاف ديجري. طيب اويلر بقى بتقول لك ايه؟ علشان تعوض في اويلر لازم تبقى حافظ الشكل ده، اكس يو اكس بلس واي يو واي ايكوال كي في اليو. طيب اليو اكس ده معناته ان انا همسك الفانكشن الاساسيه اعمل لها ديريفيتيف بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاكس، برافو عليك. وهمسك كمان الفانكشن الاساسيه اعمل لها ديريفيتيف بالنسبه لمين؟ بالنسبه للواي. حلو. الزد اكس هي زد بارشال زد باي بارشال اكس. طب والزد اكس اكس بارشال سكوير زد باي بارشال اكس سكوير. طب والزد اكس واي هي بارشال زد باي بارشال اكس بارشال واي. اكيد هنحتاجهم في مساله فيما بعد لو حب يطلب السكند ديريفيتيف. طيب تعال نشوف اليو اكس ممكن يجيبها ازاي. علشان اجيب اليو اكس هعمل ديريفيتيف الكلام ده بالنسبه للاكس، او ممكن اجيب ريليشن بتوين الزد والاكس مع بعضها. ممكن كمان اعمل التري دايجرام واقول ان الزد بتعتمد على اليو واليو بتعتمد على مين؟ على الاكس والواي. لو حضرتك عايز بارشال زد باي بارشال اكس يبقى حضرتك هتروح تجيب الايه من التري دايجرام، هكتبها لك علشان الناس اللي بتفهم باستخدام التري دايجرام او التشير رول. احنا ممكن نقول هنا ايه؟ ان الزد تعتمد على اليو واليو تعتمد على الاكس وتعتمد على الواي. يبقى لو حضرتك عايز بارشال زد باي بارشال اكس هتساوي بارشال زد باي بارشال يو تايمز بارشال يو باي بارشال اكس. يبقى دي معناتها ان الزد اكس بتساوي بارشال زد باي بارشال يو في اليو اكس. طب انا حضرتك عايز اليو اكس في طرف علشان اعوض بيها هنا، حلو مفيش مشكله، بس خد بالك ان هو اصلا في البروفمنت اللي عايز يثبته عايز يطلعها بدلاله الزد اكس، صح كده؟ يبقى انا هروح اجيب الزد يو اللي هي بارشال زد باي بارشال يو، اعوض بيها من هنا، هعمل الديريفيتيف، هطلع القيمه، وهيتبقى معايا ان انا اعوض في القانون، هيطلع معايا الناتج اللي حضرتك شايفه. بعد كده هتاخد السيك سكوير زد كومن فاكتور لوحدها بره، وتروح قاسم بيها على مين؟ على الطرف الثاني. المفروض يطلع لك نفس الفانكشن اللي عايز يثبتها. تعال نشوف اهو، هو عايز يثبت ايه يا شباب؟ عايز يثبت في المساله فوق اصلا، عايز يثبت ان الاكس زد اكس زائد الواي زد واي بتساوي هاف ساين 2 زد. طيب احنا لو رحنا جبنا الزد اكس والزد واي وعوضنا في الاخر هيطلع معايا ان انا هاخد دول اوديهم الناحيه الثانيه، هفك السيك سكوير بطلعها فوق بكوزين سكوير، وافك التام بساين على كوزين، طير دي مع ديت هيتبقى لي ساين كوساين. هكتب لك الرول اللي هو استخدمها هنا علشان يحول
الساين كوزين. حضرتك المفروض عارف اللي هي ساين 2 زد، لو عايز افكها تديني ساين 2 ساين زد كوزين زد، اسمها قانون ضعف الزاويه دبل انجل رول. حلو. طب انا دلوقتي معايا مين يا باشمهندس؟ معايا ساين كوساين. ما انت حضرتك لما هتختصر دول هيبقى لي ساين زد كوساين زد مضروبين في هاف، صح؟ طيب دول انا معايا التو ساين كوساين. لو انا عايز الساين كوساين لوحدها راح اودي دي هناك الناحيه الثانيه، هتبقى هاف ساين 2 زد ايكوال ساين زد كوساين زد. هشيل الساين زد كوساين زد احط مكانها هاف ساين 2 زد مضروبه في كمان هاف بره، يبقى تديني 1 اوفر 4 ساين 2 زد اللي هو عايز يثبتها، بتساوي اكس زد اكس زائد يو زد يو، او سوري واي زد واي. تمام، دي كده المساله بتاعت اويلر. وطبعا هطول عليكم شويه معلش، في سؤال في الشيت كان نازل اللي هو عايز السكند ديريفاتيف لاويلر، فطبعا هديك مثال بسيط محلول مع حضرتك في المحاضرة المفروض، بس يعني هشرح لك هو عمل ايه. طبعا هياخد الجزء ده هيفرضه بيو زي ما حضرتك عارف، ويروح يتست عليه يختبره ويطلع الهيموجينيوس من الديجري رقم كام. طبعا احنا ممكن نطلعها بمجرد النظر، هنا الباور هنا 5 5 5 5، طبعا الديجري هي عبارة عن all powers، يعني لو حضرتك شلت الاكس دي وحطيتها واي هتبقى واي تايمز واي باور 4 هتديني واي باور 5، فيبقى كده اعلى ديجري هنا كام؟ 5. يبقى انا لو هشيل كل اكس واحط مكانها تي اكس وكل واي احط مكانها تي واي هيطلع معايا فوق هاخد كومن فاكتور تي باور 5، هاخد من فوق ايه؟ تي باور 5. طيب وتحت يا باشمهندس هاخد من تحت تي باور كام؟ باور 3، لان عندي هنا تي باور 3 تي باور 3 تي باور 3 تي باور 3، يبقى في الاخر هيطلع معايا تي باور 5 اوفر تي باور 3 هيطلع معايا تي باور 2. اذا الديجري اللي هي الكي هيموجينيوس من الديجري رقم 2 او سكند ديجري، وعلشان كده هو طلع فعلا الهيموجينيوس من الديجري رقم 2. طيب انا فرضت ان الكلام ده باليو، يبقى اذا الزد بتساوي لين اليو. حلو، لو انا عايز اطلع اليو في طرف لوحدها هودي دي الناحيه الثانيه او ارفع دي للباور اي، لان احنا كلنا عارفين ان اللين اليو هي بتساوي لوج يو للاساس اي، الكلام ده بيساوي الزد. فحضرتك عايز تجيب قيمه اليو بتقول اي باور زد، يعني لما كنا نقول لوج 100 للبيز 10 كانت المفروض دي 10 باور 2 كانت بتطلع ب 2، صح؟ يعني كنت بحول دي 10 باور 2 وكنا بنقول لوج 10 باور 2 للبيز 2 للبيز 10، فكانت ال 2 دي تنزل تحت يبقى 2 لوج 10 للبيز 10، ودي دايما بواحد يبقى بتساوي 2. طب انت حضرتك عايز تحسب قيمه الاكس دي، مثلا لو انا حطيتها اكس يبقى لوج اكس للبيز 10 ايكوال 2، يبقى حضرتك عايز تجيب قيمه الاكس يبقى هتقول ايه؟ 10 باور 2، يبقى تاخد دي ودي الباور بتاعها، يبقى الاكس ايكوال 10 باور 2 اللي هي بتساوي 100، اللي هي لو فعلا انت حطيتها هنا هتبقى لوغاريتم ال 100 للاساس 10 هيديني 2. يبقى حضرتك لو عايز تجيب اليو من الشكل ده، يعني لو حطيت اليو يبقى هتقول اليو بتساوي اي باور زد، وعلشان كده فعلا هو طلع معانا اليو بتساوي اي باور زد. طيب هيروح يجيب اليو اكس والزد واليو واي، او يجيب الزد اكس والزد واي. طيب اليو اكس واليو واي حضرتك هتعرف تجيبهم عادي جدا، ولو حبيت تستخدم التري اللي بتقول لك الزد بتعتمد على اليو واليو بتعتمد على الاكس وبتعتمد على الواي، يبقى بارشال زد باي بارشال اكس اللي هي بتساوي الزد اكس بتساوي بارشال يو باي سوري بارشال زد باي بارشال يو تايمز بارشال يو باي بارشال اكس، او البارشال زد باي بارشال واي بتساوي بارشال زد باي بارشال يو في بارشال يو باي بارشال واي، هتاخدها وتعوض بيها في الاويلر، وبعد كده هتحصل على الفيرست ديريفاتيف ومنها على السكند ديريفاتيف. في ناس بقى كانت بتحل المساله بتاعت الاساينمنت وكان بيقول لك ان احنا بنجيب ديت
ونروح نعمل لها سكوير. لا يا فندم، السكوير ملوش دعوه بالديريفاتيف. انت لو عملت سكوير لليو اكس تبقى يو اكس باور 2 مش يو اكس اكس. يبقى حضرتك لازم تروح تعمل سكند ديريفاتيف لكل بارت في الايكويشن الاولانيه. تعال نشوف المثال محلول ازاي علشان تتاكد من حل. اهو هو عايز يثبت المساله ديت وعايز يثبت المساله ديت. تعال نشوف، ادي الطريقه الاولى، راح فرض ان اليو اي اس زد، عرفنا جبناها ازاي من طريقه اللين، ورحنا جبنا اليو اكس بتساوي زد اكس اي باور زد عن طريق التري اللي انا عملتها لك، وادي اليو واي بتساوي الكلام ده، وراح معوض سوري راح جاب اليو اكس اكس، راح عمل ديريفاتيف ده تاني بالنسبه للاكس. فيبقى الاولى في مشتقه الثانيه زائد الثانيه في مشتقه الاولى. الاي اس زد كونستنت صح؟ لا مش كونستنت، ده انت عايز ايه؟ هتقول الاولى، الاولى في مشتقه الثانيه، الاولى في مشتقه الثانيه، مشتقه الثانيه اللي هي اي اس زد. اي اس زد اصلا اللي كانت زد اكس فبقت زد اكس سكوير، تمام؟ وخدنا الاي اس زد بره. طيب تعال نشوف هيديني مين في الاخر، اليو اكس اكس بتساوي اي اس زد زد اكس اكس. ما هي مشتقه دي لما تيجي تعمل لها ديريفاتيف الثاني بالنسبه لاكس هتبقى زد اكس اكس، تمام؟ هيتبقى معايا الكلام ده كله اليو اكس اكس. طب لو عايز اليو واي واي يبقى اروح اعمل ديريفاتيف دي كمان مره لمين؟ بالنسبه للواي. ديريفاتيف دي ثاني مره بالنسبه للواي زد واي واي مضروبه في الاي اس زد زائد الثانيه في مشتقه زائد الاولى في مشتقه الثانيه هتديني زد واي الكل سكوير. وفي الاخر يا شباب هنجيب الواي او اليو اكس واي هتديني الشكل ده، هتاخد واحده من دول تروح تعمل لها ديريفاتيف بالنسبه للواي هتبقى دي زد اكس واي مضروب زائد زد اكس في الزد واي. وفي الاخر هتاخد القيم دي كلها تعوض بيها في الرول اللي عايز يثبتها بالشكل ده، هتطلع معاك انها بتساوي 2 في الفانكشن الاساسيه. وبكده تبقى محاضرتنا او سكشننا الثالث سوري السكشن الرابع عن البارشال ديريفاتيف والتشين رول وايلر كده خلص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.